انا برضه على سكايبا واحد من المدربين الهولنديين اللي كان ليه حتى تجربه على مستوى الدوري المصري في نادي الاسماعيلي، طبعا موجود معانا دلوقتي. برحب مارك فوتا، طبعا برحب بحضرتك، اهلا بيك معانا في النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. السلام عليكم، how are you؟ كيف حالكم؟ اهلا بيك، برحب بيك مره تانية. وعايزين كنا بنتناقش مع الصديق عمر البنوبي على مستقبل المنتخب الهولندي بعد رحيل رونالد كومان، حضرتك شايفه ازاي؟ اعتقد ان لدينا خيارات عديده لاستبدال المدرب. بعض الاسماء والاسم الاقرب الي هو لويس فان دال. هو كان اصله كان مساعد لويس فان خال، عشان يعني في سؤال بيطرح، عشان هو اكيد كان شغال مساعد ليه، فهو يمكن يكون الاقرب. او في هل في مفاوضات، هل في كلام رسمي حصل للتفاوض او لتولي المسؤوليه الفنيه للمنتخب الهولندي؟ اعتقد انهم يحاولون الى الوصول الى قرار، ولكن لم يتم حسم هذا القرار، سيأخذ بعض الوقت. ردود الأفعال كانت إزاي؟ وعلى المستوى الشخصي لحضرتك كان ردود الأفعال إزاي لحظة طبعا خروج رونالد كومان لتدريب برشلونة، ويعني البعد عن أو استقالة من المنتخب الهولندي؟ أعتقد أنه قرار خاص، قرار شخصي له أن ينضم إلى أي فريق وفقا لأهوائه، فقد طلبوا منه مرارا من قبل، فأعتقد أن هذا كانت الفرصة الأخيرة له للانضمام لبرشلونة، وكان هذا حلم له، وعليك أن تتبع حلمك، فالجميع تقبل قراره. الجميع تقبل قراره وعلى اساس هذا هو حلمه، واللي هو كان فعلا مستني هذا القرار. نيجي على الجانب الاخر، حضرتك كان ليك تجربه هنا في الدوري المصري خاصه مع نادي الاسماعيلي، عملت نتائج ايجابيه جدا. النادي الاسماعيلي النهارده بيمر ببعض الازمات على مستوى الفني، هل في اي اتصالات او اي مفاوضات من جانب نادي الاسماعيلي لعوده مرة تانية للدوري المصري من خلال القيادة الفنية لحضرتك النادي الإسماعيلي؟ لقد تابعت المباريات معهم، مبارياتهم، ولكنهم قاموا بعمل مباريات جيدة، وهناك أيضا اتصالات كثيرة على طوال الوقت، ولكن لم تكن هناك أي مفاوضات ولم يتصل بي أحد، ولكن أنا متواجد، وقد يختارون مدربون آخرون، فهناك العديد من المدربين الجيدين، سنرى ما الذي سيكون في المستقبل. لكن على المستوى الشخصي مارك بوتا ما عندوش اعتراض، أو هو مرحب جدا أنه يعود تاني للدوري المصري من خلال بوابة نادي الإسماعيلي؟ أعتقد أنا حاليا أنا خالي، أنا متواجد، أنا متاح، والجميع يعلم أني أحب النادي الإسماعيلي وتاريخي معهم، مرتين قمت بتدريبهم، وأحب أيضا الكرة المصرية والنوادي المختلفة، فهي مشروع طموح وكبير، ولهم فرص كبيرة في الفوز بالدوري، وسنرى ما الذي ستسفر عنه الأسابيع القادمة. احنا على المستوى طبعا نتمنى طبعا وجودك، انت كنت إضافة لنادي الإسماعيلي، واعتقد النادي الإسماعيلي بيمر بأزمة فنية، لكن طبعا في النهاية بنشكرك طبعا على وجودك معنا على قناة النادي الأهلي، وان شاء الله نتواصل دايما معاك لاطمئنان لو في مفاوضات او نزول، او تكون موجود معانا ان شاء الله في البيت الكبير في حاله وجودك كمدير فني للنادي الاسماعيلي. شكرا جزيلا مارك فوتا. انه من دواعي سروري وتحياتي لكم جميعا. مارك فوتا برضو من الاصدقاء يا عمر، ويمكن